أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل القول باستعمال قياس الأولى في العقائد قول صحيح؟ نعم، الله جل وعلا له المثل الأعلى، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. وكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، كما هي القاعدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.